نيجي نقعد في الغرفة قصف الاحتلال الإسرائيلي بيتنا، والله زهقنا حياض الله. أنا أحمد جنن، والله انقصف بيتنا يعني وحالتنا خرابة، معلبات حمص فول شغل فشي مصاري فشي، لو نعد المصاري صرفناها بحياتنا لقيت نصرف فيها ملايين السنين بعد الحرب في الحالة الطبيعية. كيلو اللحمة قلت ممكن تلاقيه في 50-60 شيكل، يعني حالتنا صعبة، علاج فشي، أدوية فشي، فش ولا إشي مفيد. يعني الله يعين إن شاء الله مسير أي حاجة هناك تفيدنا في الحرب اللي فيها. كرسي أقعد عليه والله ما أنا ملاقي، والله الحجارة بقعد عليها.